خايفين مش قوي، مصدقيننا ما حدش يصدق. وبيخافوا من الهالة اللي حواليه. بس دي حقيقة. طيب برج بقى العذراء، ندخل على العذراء. برج العذراء، البحث عن المثالية وانا قلتها وانا اسمع كتير، مين يقولوا لي العذراء، بحب حتى قوي وانا العذراء. بتكلم في حلقات كتير على اليوتيوب بقول المثالية. العذراء بيدور، عايز كل حاجة تمام، ما فيكش غلطة وما فيش حد كامل، ما فيش بيرفكت. انسان كامل بالظبط كده. يعني شخصية بيرفكت فيبدأ قوي. العذراء يسيب كل المميزات اللي فيك ويمسك في العيب الوحيد اللي فيك، فيتعبك ويتعب نفسه. دي مشكلة برج العذراء. كمان انتقاده، برج العذراء بينتقد، ما عرفش يشوف حاجة غلط وما يتكلمش، تمام، ولكن ما بيزوقش الكلام، ما عندوش صنع تزويق الكلام، في وشك على فيخنقني طول. أنا بقى. في وشك. ومن الأسباب اللي تخلي مثلا علاقة العذراء بالأسد متوترة هي النقطة دي. الأسد حاسس بنفسه، يرتبط بعذراء هينتقد ويديله فوق دماغه، تمام. يعني فتتوتر العلاقة الأسد بينهم. والعذراء مع بعض مفيش لا، خالص توافق يعني، صعب جدا، واحد شرقي والتاني غربي، ولا حتى 1% يعتبر أمل. خلف خلاف في كل حاجة، من أصعب التوافقات، ولكن مش مستحيلة. نتنازل شوية تمشي الدنيا تمشي. هو بص، التنازل عامة بين بالظبط كده، الأشخاص بين أو الطرفين بين الطرفين بتسهل العلاقة وبتخلي إن في ود، في ده محبة. أكيد طبعا، وبعدين بنتكلم عن الحب ده عامة أكيد طبعا. دلوقتي. طيب برج الميزان.